إذن المشاهدين، عن استمرار تظاهرات موظفي العقود واعتداء الأمن عليهم، على هاتفيا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. مرحبا بكم. إذن موظفو عقود الكهرباء والأجور أيضا يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم ضمن على الملاك الدائم ضمن قانون الأمن الغذائي. ما الذي يدفع هؤلاء المتعاقدين برأيك إلى التظاهر على الرغم من الوعود الحكومية بحسم هذا الموضوع؟ نعم، بالتأكيد يعني هو موضوع الحصول على وظيفة أو تعيين هو حلم لكل شاب عراقي يعني أكمل سنوات طويلة من الدراسة، وأيضا هو يعني هدف يسعى له جميع متعاقدين على ملاك الوزارات العربية حاليا ممن يعني قضوا سنوات طويلة في الخدمة بصفة عقود أو بصفة أجور يومية. يعني هؤلاء الذين خرجوا اليوم في بغداد وغيرهم في بقية المحافظات العراقية حصلوا على هذه العقود وهذه الأجور اليومية بوعود صدرت من جهات سياسية أو من نواب في البرلمان الحالي والسابق وغيره، وعدوهم بأنهم سوف يحصلون على وظائف دائمة حال توقيعهم على هذه العقود. إلا أن النتيجة وبعد سنوات طويلة من خدمة هؤلاء الشباب من الذين تظاهروا هذا اليوم أو على الأيام مدى الأيام السابقة، تبين أن وعود الحكومة كانت هواء في شبك، وهنالك نية مبيتة للإبقاء عليهم بصفة عقود أو أجور يومية، أو حتى يصل الأمر إلى حد إلغاء هذه العقود وصرفهم عن الخدمة. إلى أي مدى ترى أن ورقة موظفي العقود هي ورقة سياسية تتلاعب بها الأحزاب السياسية حسب مصالحها في ربما في الوقت المناسب، وذلك ضمن هذه المكايد السياسية؟ نعم، بالتأكيد الكل وهذا أصبح شيء معروف في داخل العراق. موضوع العقود أو الأجور اليومية جرى استغلالها استغلال سياسي من قبل كتل سياسية ومن قبل نواب في البرلمان العراقي الحالي والسابق بالإضافة للحكومات السابقة. كما تعلمون هناك نواب، هنالك كتل سياسية لديها حصص ثابتة من العقود ومن الأجور اليومية يتم توزيعها، أو يصل الأمر إلى بيع هذه العقود بمبالغ مالية تصل إلى 50 ورقة و100 ورقة مقابل العقد في وزارة الكهرباء أو في الأمن الوطني أو في وزارة الزراعة أو في غيرها الوزارة. بالتالي جرى استغلال الموضوع استغلال سياسي، الغاية منه هو محاولة كتل سياسية تسب ولاء طبقة الشباب من العاطلين عن العمل مقابل حصولهم على عقود برواتب قليلة وزهيدة. وبالتالي وبعد هذه السنوات الطويلة من الخدمة في دوائر الدولة يبدو أن هنالك نية للإطاعة عليهم بصفة عقود أو إلغاء عقودهم وعودتهم مرة أخرى إلى حر البطالة. كما نشاهد هناك إصابات بين صفوف المتظاهرين أمام مجلس النواب، يعني لماذا الحل الأمني بهذا العنف هو الحاضر دوما في ذهن السلطات الحكومية؟ وهل يمكن أن يحل ذلك أزمة العقود؟ نعم، بالتأكيد يعني ما حصل اليوم تحديدا عندما وصلت جموع المتظاهرين إلى أسوار المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب الحكومة العراقية، وبعد أقل من نصف ساعة يبدو أن هنالك أوامر عسكرية صدرت للقوة قوات حفظ النظام وأيضا للقوة الماسكة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء بفض هذه التظاهرة. ربما أنهم استشعروا أن هنالك
تهديد لعل المتظاهرين يبغون عبور أسوار المنطقة الخضراء وصولا إلى البرلمان العراقي الذي كان يعقد إحدى جلساته الدورية. على الرغم من أن المظاهرة التي انطلقت اليوم كانت بتأكيد من قيادات في التيار الصدري، ومعظم المتظاهرين الذين خرجوا اليوم هم تابعون للتيار الصدري. إذا ما علمنا أن أغلب من حصل على عقد في وزارة الكهرباء هم من أبناء وأتباع التيار الصدري، وعلى الرغم من ذلك وعندما التحق إليهم الآلاف من العاطلين عن العمل في بغداد صدرت أوامر للقوات الأمنية بفض هذا الاعتصام وقمعه لكي لا يتطور ويتوسع وبالتالي يهدد المنطقة الخضراء. من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.